عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة. متفق عليه. نسأل الله العفو والعافية. الغادرون الخائنون الذين ينقلون أخبار إخوانهم للعدو وللمستبد ويتسببون بإيذاء خلق الله سبحانه، هؤلاء ينصب لهم لواء يوم القيامة يعرفون به، وفي رواية يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان، كان حريصا على أن يخون الناس ويخفي خيانته وغدرته، فيفضح يوم القيامة بين الخلائق، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نسأل الله عفوه وستره، والحمد لله.